أهلا وسهلا فيكم من جديد. ولقلة النوم أثر صحي واضح وممكن يقلل من متوسط العمر المتوقع. النوم بعمق ضرورة لجسم صحي وأداء عالي، وللغذاء دور مهم لنكسب نوم نوعي وعميق. وممكن أسلوبنا الغذائي الصحي من أكل ومشروبات له أثر فوري. رح نحكي أكثر وبتفاصيل أعلى دقة مع منار أبو سويح أخصائية التغذية. صباح الخير منار. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك. كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك حبيبتي. إيه لانا، هلا مثل ما بنعرف التغذية لها دور كتير كبير لحتى الأشخاص يناموا بطريقة سليمة وصحيحة وهنية زي ما بنحكيها، سواء كانت عدد ساعات النوم قليلة أو كتيرة، فكلياتها رح تأثر على الوزن. نعم. وكتير دراسات أثبتت هذا الموضوع. كتير بنسمع أنه أشخاص مثلا بتبعوا حمية غذائية معينة بيكونوا ماشيين بحذافيرها، بس المشكلة أنهم ما بيناموا بعدد ساعات كافية، يعني معدل نومهم مش كافي. فبهاي الحالة بقول لك أنا ما عم بنزل بوزني، ما عم بخسر دهون. فللأسف إيش اللي بيصير بالجسم؟ بيرتفع عنا هرمون الكورتيزول اللي هو المسؤول عن اللي هو الستريس هرمون أو القلق، هرمون القلق. فبالتالي لما يرتفع عنا وبنفرز بطريقة أعلى بزيد عنا احتمالية تخزين الدهون، فبهاي الحالة ما رح يوصل للهدف تبعه، فبالتالي يؤدي زيادة الوزن وبالتالي تؤدي إلى السمنة. نعم. طب هلأ شو العلاقة المباشرة بين الأكل أو طريقة تغذيتنا اليومية على نومنا منور؟ هلأ مثل ما أنت شايفة أنا حطيت لك نوعين من الأكل، تمام، عشان أثبت لك قديش إنه الأكل يعني بيؤدي إنه الشخص ما ينام بطريقة منيحة. نعم. فالأكل كتير له تأثير بهذا الموضوع. وليش عادة بنحكي إحنا قبل ما ننام، يعني ننام ونكون ماكلين قبل بساعتين على أساس إيش يكون تهضم الأكل وننام بطريقة صحيحة وجودة الجودة النوم تكون أعلى. نعم. وأعلى. طيب أبلش لك طبعاً يلا خلينا نشوف اللي موجود عندنا على الطاولة ونشرحه. نعم أكيد. أول إشي نحكي عن الأكل اللي نتناوله خلال اليوم نحكي أو قبل النوم مثلاً بساعتين. الموز والكيوي بيحتوي على حمض التريبتوفان. التريبتوفان هو ما بيتم تصنيعه بالجسم، فبالتالي انا راح اضطر اني اخذه من مصادره اللي هو موجود بالموز والكيوي. في عندنا كمان بيكون موجود باللحوم الحمراء والاسماك. نعم. تمام. كمان في عندنا الحليب. ليش عادة الاطفال مثلا قبل ما يناموا بعطوهم حليب؟ على أساس بالضبط ليه؟ فيه كالسيوم. الكالسيوم كتير بدخل بتفاعلات بالجسم بتساعد على النوم، يعني بتخلي الطفل ينام بأريحية. هادي بينام بعمق. بالضبط. حتى مش الأطفال، حتى عادي إحنا كشباب. يعني في عندنا كمان المكسرات، الجوز خاصة بيحتوي على المغنيسيوم، هو بيعمل على استرخاء العضلات فبالتالي بيؤدي للنوم براحة. نعم. في عندنا كمان الكيوي. في عندنا البطيخ. البطيخ بيحتوي على كمية سوائل كمان كتير عالية. كمان بيساعد على النوم بأريحية. بس يعني الكمية قديه بتكون؟ لا الكمية لا ما بتكونش. لما قلتي بطيخ انبسطت لأنه يعني هلأ موسم وأنا أصلا بحبه. هلأ ما يكونش أكثر من ثلاث شرائح بس. ثلاث شرائح. طبعا أكيد ما نتناولها بعدين ننام لأنه مش حنعرف ننام، فلا نتناولها قبل بساعتين بالكتير قبل النوم. هلأ خلينا نحكي إنه الشرط الأساسي بموضوع تنظيم الأكل الصحي اللي بيساعد على النوم عميق دائما يكون قبل بساعتين. بالزبط. وتكون كمان الكمية معقولة. أيوة يعني ثلاث شرايح. لا ثلاث شرايح بس بكفي. صغار ولا كبار؟ انت قلتي ثلاثه. لا يعني ليه بدي اصور لك؟ طيب منار، في عاده احنا بنلجا، بتعرفي احنا وقتنا ضيق ومش دائما بنقدر نحضر اكل، بنلجا للمكملات الغذائيه. صحيح. لها علاقه بما قبل النوم او ممكن مثلا نزيد نشاطنا واحنا ما بنعرف ناخذ فيتامينز معين ما تساعدنا على النوم، او في ناس بتاخذ حتى فيتامينات تساعد على النوم؟ طيب هلا بدايه المكملات الغذائيه ما بنقدر ناخذها احنا هيك من حالنا. طبعاً. لازم نرجع لاشراف طبيب. حسب المكملات، احيانا بتكون مكملات مثلا غذائيه فيها كثير انواع من المعادن، فيها كثير انواع من الفيتامينات، فهاي مثلا ما حيكون تأثيرها زي مثلا ما تاخدي مثلا مغنيسيوم لحال أو تاخدي مثلا حديد لحال، لأنه بيكون عياره أكتر، بيكون أعلى. بالضبط. نعم. فالعادة إحنا بنفضل المكملات الغذائية تكون الصبح، يعني بعد ما نفطر على أساس إنه نكمل يومنا بنشاط. ما تكون بالضبط. هلأ مين الأشخاص مثلا اللي ممكن ياخدوا مكمل غذائي اللي هو المغنيسيوم؟ المغنيسيوم هو اللي بيساعد على استرخاء العضلات مثل ما حكيت، اللي هم الأشخاص مثلا بيكون عندهم أرق ما بيقدروا يناموا أبدا، يعني تناولوا هاي الأغذية
ومع هيك برضه في عندهم أرق، فبالتالي بيروحوا لطبيب مختص فيعني بعطيهم مكمل غذائي اللي هو المغنيسيوم. أو في عندنا مثلا الميلاتونين. هلا هي ايش هي الميلاتونين؟ في عندنا غدة بالدماغ تفرز هاي المادة اللي هي مادة الميلاتونين، بتم إفرازها بطريقة أعلى وأكثر خلال فترة الليل على أساس هي تشعرنا بالرغبة بالنعاس بأنه نروح ننام. بقل إفرازها إمتى؟ فترة الصبح على أساس الأشخاص تصحى وتروح على أشغالها. طيب سؤال مهم عن موضوع فيتامين سي، بتعرفي إحنا بالآونة الأخيرة مع دخول جائحة كورونا على حياتنا فجأة عم ناخد فيتامين سي وزنك، وصراحة أغلبنا عم ناخد بدون استشارة طبية، لكن أنا بعرف أنه فيتامين سي بيعطي طاقة، فأدي تأثيره على ما قبل النوم؟ هلأ قبل النوم أنا مثل ما حكيت لك مكمل غذاء قبل النوم ما ناخذ، بشكل عام إلا إذا مثلا مثل ما قلت لك المغنيسيوم، هذا هو المغنيسيوم. بس فيتامين سي يفضل دائما المكملات الغذائية الفيتامين سي عادة تكون الصبح أو خلال فترة النهار، بس ما تكون خلال فترة الليلية طبعا. وهي طبعا المعلومة كتير مهمة لأنه إحنا خلال فترة النهار بنضل في مساحة إنه نشرب مي، في مساحة إنه ناكل وناخذ فيتامينات من مواد طبيعية، فخلينا دائما هذا الشفط الصباحي نجهز أجسامنا. خلينا نحكي عن الجزء الثاني اللي موجود على الطاولة. طبعاً أكيد في عنا الأطعمة اللي نتجنبها، اللي هي أول إشي الأطعمة اللي نحكي عنها اللي هي الدسمة الجنك فود أو الفاست فود، نحاول نبتعد عنها، فيها كمية صوديوم كتير عالية ودهون كتير عالية. فالأشخاص إذا مثلاً باكلها وبعدين بنام دايركت نحكي فبتعرف هي فيها كمية كمان نشويات رح ترفع السكر بالدم، فالشخص ما رح يعرف ينام، رح تحسي إنه في عنده نوع من القلق من الأرق، فما رح يعرف ينام بالجودة المطلوبة. في عنا كمان السكريات أو الحلويات بتعطينا طاقة. ليش أحيانا كمان أنا بس مختصة شوي بالأطفال، ليش عادة إحنا بنحكي للطفل بالليل مثلا ما يأخذ حبة شوكولاتة ما يأكل حلويات على أساس ما يصير كتير هايبر وعنده طاقة؟ تمام. في عنا أهم إشي اللي هي المنبهات الكافيين، اللي هي مثل القهوة مثل الشاي مثل المشروبات الغازية. طبعا تختلف من شخص للتاني، بقول لك أشخاص مثلا أنا عادي ممكن إني أشرب مثلا فنجان قهوة وأحط راسي وأنا ما بتأثر، هاي بتختلف حساسية الكافيين من شخص للتاني. وهو يفضل ما يطلع عن 300 ميلي جرام باليوم من الكافيين. طيب المشروبات الغازية ومشروبات الكافيين والمي يعني وحتى مشروبات الطاقة قديه بتأثر على كفاءة نومنا؟ بتأثر. هلأ هي فيها بتعمل زي أليرت نحكي، هي فيها كمية سكر، السكر العالي لما أنت تخيلي تتناولي أوكي بعدين أنك تروحي تنامي، فإشي طبيعي رح تضلك تتقلبي مش حتعرفي تنامي. ليش؟ لأنه السكر بالدم بيكون مرتفع الجلوكوز، فبهاي الحالة ما رح تنامي، ما يعني حيكون في أرق حيكون في قلق، الشخص حيكون مزعوج، أحيانا بيصير في كوابيس عند الأشخاص. صحيح. طيب قديه بتآمني منار بالطب البديل؟ يعني أحيانا بقول لك الناس اللي ما بتنام اشربوا ينسون، الناس اللي ما بتنام اشربوا بابونج، بقترحوا علينا مجموعة من الأعشاب الموجودة أصلا وموجودة متوفرة بالبلد. نعم، اللي هي بنسميها المشروبات العطرية اللي هي مثلا مثل الينسون، بيعمل كمان استرخاء العضلات. في عندنا مثلا مثل النعناع، الميرمية، الكركديه مثلا كمان بيساعد إنه المليسة. طيب بسألوك يس بالضبط بتحس يعني بتحسي انه الناس يعني هي عاده الاعشاب الطبيعيه اذا ما لها فائده ما لها ضرر، فما في مشكله انه ياخذ الواحد كاسه قبل ما ينام ويجرب ايش على ايش هو بيرتاح منه. بالضبط، كل شيء طبيعي اكيد ما رح ياثر على جسمنا. نعم. لانها مواد طبيعيه. نصيحتك الاخيره منار لكل المشاهدين لانه هذا الموضوع كثير مهم وخصوصا بعد ضغط وتوتر جائحه كورونا اللي عم نمرق فيها. النصيحه اللي انا دائما بحب اني انا انصحها، ننظم وجباتنا خلال اليوم، ناخذ كل احتياجاتنا. هلا احنا في مثل بيقول لك افطر ملك وتعشى فقير. هلا متعشى فقير مش عشان انه كمان انك انت تخسر بس من وزنك وتوصل للهدف تبعك، عشان انت كمان تنام براحه. مزبوط. هي بخصوص الناس اللي بدهم يخسروا وزن منار، ما عندهم وعي او ما عندهم ثقافه انه النوم كثير بياثر على وزنهم. فبنشكرك منار على هاي المعلومات القيمه، دائما تسري مواضيعنا التغذوية. شكرا لك ويعطيكي ألف عافية.